معك شوي كمان عن الفيزا صح؟ لين على بين ما يرتاح شوي. كمان عن الفيزا صح؟ اسال العرب كلياتهم نايمين، هذول شغله والعامي هذول شغلتهم كلياتهم بس اوامرهم خارجيين، والولايات المتحده الامريكيه بتاخذ اوامرها طبعا كلياتها على حسب مصالحها، والروس لها مصالح مع بشار بقاء الطاغي تبعهم. شو مصالحنا؟ مصالحنا احنا انه اطفالنا راحوا وأولادي راحوا، أنا عند رب أحسن من كل الرؤساء. كل شيء فاكرينه أنه على مجرد حقائق وسارين وتصوير وكذب ولعيب ونظام، بس لو تشوفوا الأرض الواقع الحمد لله صابرين ومحتسبين وباقين والآخر نفس فينا. أخوي أبوي أمي كلاتنا بإذن الله عزم وشدي وإرادي. أطفالي أنا مو أول أطفال اثنين استشهدوا، صحيح حلوين كتير بس الحمد لله الحمد لله إلا ما أجي يوم ننتصر فيه ونفرج العالم كله يا داع من هو الشعب السوري ومن هو الصامد، من هو الصامد. بإذن الله نحن صابرين بإذن الله، ما هو العالم نحن ولا آخر العالم. أنتوا يا المجتمعات الدولية نددوا واعتقلوا وقولوا انه نحن شعب صابر، نحن معاكم ونحن كذا ونحن مع ضد بشار الاسد، ونحن نشتهي بس تصريح واحد يخليكم تحسسوا انه العالم ها العالم كلياته انه هالشعب هذا بتقول انه انتم بتحسنوا تنصروا في شغلي، ولكن انه نحن ما نعتقد الا انه النصر من عند رب العالمين، ولكن انتم صفر على اليمين نهائيا، صار لكم 6 سنين الاولاد ولا، لكن نحن شو بدكم فينا؟ الاولاد يوقعوا بين ايدينا ما حد يحسن يشيلهم، لك مو حرام عليكم مو حرام عليكم، اتقوا الله في هالعالم اتقوا الله في هالعالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. معنا سيارة معنا سيارة معنا سيارة. وين بدك تروح؟ لا احنا نروح على الجبان عشان ما اخذ نروح على الجبان على القبر. معلش رايحين كمان لهنا. روح روح لهنيك. هادي فوت 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 هادي. لا اطلع يا بطلع. خليك ماشي خليك رايحين والله رايحين. يا بيطلع من مدى كنا أخير ياسر اخوي العبورة حبيب ياسر يا شقرا بتريقك يوم وحده الله يا شباب وحده الله يا ايوشي يا بابا دليل يا عدو
يا دلال دير بالك على اهل البلاد يا دلال. يلا الحمد لله نعم الله بحمد يا ايوشي يا بابا دليل يا دور يا دلال دير بالك على اهل البلاد يا دلال. يلا الحمد لله نعم الله بحمد ما انت كذب لحاله ابدا نزلتك معك يلا وكل الله وكل الله وكل الله وكل الله حسب الله ونعم الوكيل خلينا عنده خلاص خلاص يلا حميد يلا حميد يلا حميد